السلام عليكم يا رابع. اليوم راح نبلش بالوحدة الجديدة أو الوحدة الأولى من الفصل الثاني اللي هي وحدة الضوء. راح نتعرف على الضوء وخصائصه وكيفية الاستفادة منه وما هو الضوء ومصادره. اليوم راح نتعرف على خصائص الضوء. الضوء هو عبارة عن شكل من أشكال الطاقة، شكل من أشكال الطاقة، ويمكننا من رؤية الأشياء. يعني مادام في عندي ضوء أنا بقدر أشوف، لما ما بيكون في عندي ضوء ما بقدر أشوف، والدليل على ذلك غرفة معتمة أو لما تنقطع الكهرباء في الليل ما منشوف فيها ولا شيء، إذن هي تمكننا من رؤية الأشياء. عندي بالحياة والطبيعة أهم مصدر للضوء وهي الشمس. الشمس هي المصدر الرئيسي لإيش؟ للطاقة الضوئية. لاحظوا إيش هي للطاقة الضوئية. إذن الضوء هو عبارة عن طاقة، وهي أهم قلنا إيش؟ مصدر من مصادر الطاقة. الطاقة الضوئية أو الضوء أو مصادر الضوء تقسم عندي إلى قسمين يا رابع، تقسم عندي إلى قسمين، قسم عبارة عن موارد طبيعية وقسم إيش عبارة عن موارد صناعية. أما الموارد الطبيعية فهي التي خلقها الله تعالى وليس الإنسان يد فيها، مثل الشمس، النجوم، وعندي بعض الحشرات المضيئة بتشوفوا أنتوا بالكرتون، في بتلاقيهم يضيعوا بالغابة بيقعدوا يركضوا وراء إيش حشرات مضيئة عشان تدلهم على الطريق. في أيضا عندي شيء يسمى قنديل بحر، نوع من قناديل البحر، أيضا هي عبارة عن إيش؟ تصدر ضوء، حيوانات تصدر ضوء. فإذا هذه عبارة عن إيش مالها؟ هي عبارة عن مصادر طبيعية للضوء التي خلقها الله تعالى وليس للإنسان يد فيها. في عندي أيضا قلنا مصادر صناعية. المصادر الصناعية التي يتحكم فيها أو التي يصنع من أو التي يصنعها الإنسان، منها المصابيح سواء كانت كهربائية سواء كانت من باستخدام المشتقات النفطية، مثل يعني تبعات زمان هذول اللي كانوا يحطوا فيهم النار يولعوا فيها النار، وأيضا الشمعة. الشمعة عبارة عن مصدر ضوء ماله صناعي باستخدام أو من صناعة الإنسان. طيب بدي نشوف تجربة، نعمل تجربة يا رابع اللي هي تجربة إيش؟ مسار الضوء، عشان نكتشف كيفية مرور الضوء أو سريانه أو طريقة حركته. راح نحتاج إلى سيديات، كلاتنا بنعرف إنه السيديات مثقوبة من الوسط ومنثبتها على حامل. هيو عندي أكثر من سيدي، شايفين؟ وعندي كمان مصدر ضوء، عندي مصدر ضوء بدي أستخدم أنا، فلاش التليفون. بدنا نشوف يا رابع، لاحظوا عندي، ها واضح عندي هون يا رابع، شايفين انه الضوء بينتقل عبر هذا الثقب الى ايش ما وراءه. خليني انزل شوية ايدي، واضح هيك مبين شوي، خليني اشوف كمان هون. ها لاحظوا يا رابع، اذا كانت عندي هذه الفتحات على استقامة واحدة شو بصير في عندي؟ خليني اشوف، ها لاحظوا عندي لما كانوا على استقامة واحدة ملاحظين انه ما للضوء، هاي ظهر عندي على الحاجز، ظهر عندي على الحاجز، لكن عند حركة هذا طلوع حركت أنا السي دي الثاني بطلوا الفتحات على نفس المستوى، شو صار؟ هل ظهر الضوء عندي على الحاجز؟ لا، لم يظهر الضوء عندي على الحاجز، لم يظهر الضوء على الحاجز. طيب هذا شو يعني الكلام عندي؟ شو بيعني لي هذا الكلام يا رابع؟ خلينا نشوف شو بيعني لي هذا الكلام.
بيعني لي هذا الكلام أن الضوء يسير في خط مستقيم، يسير في خط مستقيم. هسا لما كانوا لما مر الضوء عبر هذه الثقوب، إذا حطيت قلم عادي ضمن أول سي دي لثاني سي دي هيك يعني، ودخلت فيهم القلم، بيمشي القلم من هون لهون صح؟ أثناء هذه الفتحات. لكن إذا زحته بده يفوت من هون ويضرب وين؟ بالمكان هذا، ما راح يكمل طريقه. هذا دليل على إيش؟ أن الضوء يسير في خط مستقيم، لا ينثني ولا ينحني، لا ينثني ولا ينحني. ويسمى هذا الضوء، أو خليني أقولكم إنه إيش عن الشمس. إحنا كلياتنا زمان وما زلنا نرسم الشمس كيف؟ دائرة، وبيخرج منها إيش؟ خطوط، صح؟ كلنا بنرسمها هيك، صح ولا لأ؟ طيب ليش إحنا قلنا هيك بتمر؟ إحنا هيك يعني من خيالنا؟ لا، نتيجة شيء واقعي اللي هي إنه يصدر ما يسمى هذا شعاع ضوئي، يسمى شعاع ضوئي، light ray. هذا الشعاع الضوئي يسير ويكون خط مستقيم. شو ماله؟ لاحظوا انتوا ايش؟ خط مستقيم. والخط المستقيم يا رابع مش شرط عمودي او افقي، ها لا، كمان ممكن يكون هيك، ممكن يكون هيك، ممكن يكون هيك، ممكن يكون هيك هيك، ها شايفين؟ المهم انه ايش؟ لا يكون منحني، او يكون ماله قابل للانثناء، يعني مش هيك، ها ما لا يمكن ان يكون هكذا، ماشي؟ اذا يسير في خطوط مستقيمة، يسير في خطوط مستقيمة، وينتقل من الشمس إلى وين؟ في جميع الاتجاهات لحتى يصل عندي إلى سطح الأرض. إذن خطوط الضوء خطوط مستقيمة لا تنثني ولا تنحني، وتمكنني قلنا إيش؟ من رؤية الأشياء، بشوف شو الأشياء من استخدام الضوء هذا. قلنا المكان المعتم لا يمكنني أن أرى الأشياء فيه. وأيضا يا رابع دليل على إنه كمان يصير في خطوط مستقيمة، مثلا أنا شايفة ما وراء الحائط؟ لا، الغرفة اللي وراء الحائط كمان فيها ضوء، لكن إيش؟ ما وصلني أو ما شفت اللي وراء. ليش؟ لأنه يسير في خطوط مستقيمة ووجد حاجز لم يتمكن إيش من السير خلاله. في عندي يا رابع بالكتاب عدة صور، في عندي عدة صور، واضحات يا رابع؟ هون في عندي عين، تنتين، ثلاث بيطلعوا على الكتاب، شايفينهم؟ هاي العين الأولى، هاي بقدر أشوف بيها الكتاب. ليش؟ لأنها مستقيمة، وإن الضوء يسير في خطوط مستقيمة، لذلك أنا بتمكن من رؤية الكتاب. أما عندي هون، لاحظوا في عندي انثناءات بهذا الأنبوب، ما بقدر إيش؟ إني أراها. ليش؟ لأنه بدي يخرج هنا الضوء الساقط على الكتاب، بده يطلع عبر الأنبوب، لكن وين بده يجي؟ بده يضرب بجدار الأنبوب، وما بيرح يكمل طريقه غير بالانعكاسات، رح تكون انعكاسات ما بتمكنني من رؤية هذا الجسم. وأيضا عندي كمان هون، لاحظوا العين هاي كمان، لأنه الأنبوب عندي ماله غير مستقيم، لذلك لا يمكنني رؤية هذا الكتاب باستخدام هذا الأنبوب. نيجي يا رابع لشيء يسمى إيش؟ انعكاس الضوء. هسا لما إحنا نلعب فوتبول، شو بنساوي؟ نضرب الفوتبول وبيمشي بخط مستقيم لحتى إيش؟ يضرب بجدار عندي، بيضرب بجدار، ولما يضرب بالجدار شو بيساوي؟ أو بالحاجز، سواء كرسي سواء إشي، بيرتد عنه وينعكس عنه، يرتد وينعكس، ويسمى هذا الشيء انعكاس. كمان عندي الضوء له نفس التصرف،
يتصرف نفس التصرف، يمشي في خطوط ويسير في خطوط مستقيمة، عندما يجد حاجز فإنه يرتطم أو يضرب، أو بمعنى آخر بخبط فيه، بخبط بالحاجز هذا ويرتد وينعكس عنه بالاتجاه الآخر، وهذا ما يسمى بانعكاس الضوء، بانعكاس الضوء. وأيضا ارتداده وسقوطه إجباري أن يكون بخطوط مستقيمة، بخطوط مستقيمة يا رابع. هسا أنا عندي بالحياة نوعين من الأسطح، نوعين من الأسطح، نوع أملس مصقول ناعم، أملس مصقول ناعم، مثل لوح هون عندي الوايت بورد، هذا عبارة عن مصقول ناعم، وأسطح خشنة، أسطح خشنة، مثلا ها علبة العطر هاي عبارة عن إيش مالها؟ خشنة، عبارة عن سطح خشن، سطح خشن. طيب هسه السطح الناعم مثل إيش؟ مثل المرآة. هسه أنا لما بقف يا رابع قدام المرآة شو بشوف داخل المرآة؟ إيش بشوف؟ بشوف عندي صورتي أنا داخل المرآة، صح؟ تسمى صورتي داخل المرآة خيال، تسمى خيال. حتى لو حطيت كتاب أنا وأنا بعيدة، وشو بشوف جوة المرآة؟ بشوف جوة المرآة عبارة عن كتاب داخل المرآة، وهذه صورة الكتاب داخل المرآة تسمى خيال، تسمى خيال. هذه الظاهرة فقط عند الانعكاس على الأسطح الملساء، على الأسطح الملساء. مثل شو عندي؟ مثل المرآة، مثل الأواني الطبخ، مثلا بريق الشاي لما بتطلوا عليه بتشوفوا حالك، صح يا رابع؟ أيضا سكينة ممكن لما بتطل على حالك فيها بتشوف حالك، ممكن الوايت بورد بتشوفوا حالك، أحيانا إيش بالمدرسة لما كنا نكون واقفين بتشوفوا حالك عليه. والأهم من ذلك سطح الماء، سطح الماء، وشرط أن يكون هادئ، يعني راكد، ما هو متحرك، سطح الماء الراكد، ماشي، سطح الماء الراكد، هذا كمان سطح أملس. شو بيمكنني من رؤية؟ يمكنني من رؤية نفسي وخيالي داخله، يمكنني من رؤية خيالي داخله. تتذكروا بالثالث يا رابع قصة ما بعرف بالثالث بالصف الثالث أو بالصف الثاني، قصة الأرنب والأسد، اللي لما كان عندهم أسد ملك الغابة ظالم وبياكل حقوقهم وبياكلهم، فإجا شو في عندهم أرنب ذكي، شو عمل هذا الأرنب الذكي؟ إيش يا رابع؟ قال له عمل خطة مع حاله علشان يوقع بهذا الأسد. إجا راح عليه وراح وهو يبكي، فقال له يا ملك الغابة أنا إجيتك جايب لك هدية معاي، أرنب سمين ناصح علشان تأكله، هذا هدية. إجا قال له طيب وينه؟ قال له أنا جاي، شو صار معاي؟ لقاني أسد ثاني أخذوا مني وراح. قال له طب وينهم هذول؟ أنا بدي أذبحه، أنا بدي أموته، بدي أقتله. قال له تعال معاي أفرجيك إياه. جاب الأسد الظالم، وين وقفه؟ قدام بركة ماء. قال له طلع فيها، كان الماء راكد، لما طلعوا الاثنين كان الأسد وجنبه الأرنب، قال له طلع بالماء، لما طلع شو لقى؟ لقى انعكاس صورة الأسد وانعكاس صورة الأرنب اللي هن الخيالات داخل الماء. فإيش قال له هذاك الأسد؟ شو ماله؟ قال فكر إنه الأسد صورة خياله هاي عبارة عن إيش؟ هو الأسد اللي أخذ منه الأرنب، وصورة الأرنب الحقيقي اللي هو بده يضحك عليه هو عبارة عن الأرنب الهدية اللي إجاه. ففكر الأسد الشرير أو السراق والأرنب المخطوف هم عبارة عن إيش؟ الأخي اللي كانوا اللي بالبركة. فقال له الأرنب الذكي، قال له إيش؟ إذا بدك إياه نط وخذه. فإجا بغبائه الأسد نط بالمية وغرق ومات. إذن
إذا تذكرتوها هاي القصة اللي هي عبارة عن رؤية الخيال ده على سطح إيش سطح الماء الراكد. طيب بدي أشرح لكم شوية بس بضل مثال بسيط وبعدين بنكمل. يا رابع في عندي اللي هو بدي أرسم لك هاي عندي سطح ماله أملس سطح أملس. شو صار بالسطح الأملس؟ سقط عليه ضوء. لاحظوا سقط عليه ضوء شعاع ساقط سقط عليه ضوء. لاحظوا يا رابع أنا كيف رسمتهم؟ خطوط مستقيمة خطوط مستقيمة. قلنا لما بدهم يلاقوا حاجز شو بدهم يساووا فيه؟ بدهم يضربوا فيه ويرتدوا ينعكسوا عنه، بده يصير في عندي انعكاس لهذا الضوء. لذلك شلون بدها تساوي؟ ها اصلا شو يعني منتظم؟ منتظم يعني مرتب، يعني زي ما سقطوا. ها لاحظوا ها هيك ها لاحظوا يا رابع بشكل مرتب بشكل مرتب انعكسوا. وهي كمان بدي اضيف لكم كمان واحد ها لاحظوا الانعكاس كان بشكل مرتب ويسمى هذا الانعكاس انعكاس منتظم انعكاس منتظم. تمام يا رابع حصتنا لليوم انتهت، بكرة راح نكمل ان شاء الله عن الانعكاس غير المنتظم وكيف نرى الأشياء. يعطيكم العافية والسلام عليكم يا رب.